برعاية من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة لرئيسة مجلس النواب، أقام مجلس النواب جلسة حوارية بعنوان قراءة في كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عاما 1999 وحتى 2019، حيث تضمنت الجلسة تقديم أوراق عمل من قبل وزراء ومسؤولين وأعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لمعالي رئيسة مجلس النواب، أكدت فيها أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يمثل البوابة الكبرى للانفتاح على مرحلة تاريخية جديدة منحت مملكة البحرين عملية ديمقراطية رائدة تليق بالعمق الحضاري الذي تتمتع به وتعكس تطلعات الشعب البحريني في دولة مدنية تقوم على أسس قانونية متينة ومؤسسات رصينة معطاءة ترتكز على دستور عصري ومتقدم وميثاق عمل وطني شكل قاعدة طموحات وتطلعات اجتمعت عليها الإرادة الملكية السامية مع التطلعات الشعبية. وفي ورقته التي قدمها خلال الجلسة، قال معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن محور التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب، إن النهضة التشريعية تمثل إرساء لحكم القانون بحيث تكون كافة الإجراءات في ظل الدستور. من جانبه قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ضمن محور التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، إن النهضة التشريعية في المملكة لا تقتصر على إصدار القوانين، إذ إن النهضة التي بدأت مع إطلاق الرؤية الإصلاحية الشاملة لجلالة الملك المفدى رسخت ممارسات ومفاهيم جديدة وأدت إلى تغيير واضح في الممارسات على أرض الواقع. من جانبه تناول سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات في ورقته دور المراكز المتخصصة في دعم النهضة التشريعية، حيث أكد أن مملكة البحرين وعلى مدار 20 عاما من حكم جلالة الملك المفدى شهدت نهضة تشريعية غامرة أرست وأسست لمفاهيم ومعاني العدالة والدسترة والقوننة للحقوق والواجبات لكل مواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها حبا وكرامة. إلى ذلك تحدثت سعادة العضو دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في ورقة عملها حول الجوانب التشريعية المرتبطة بمحور التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة، حيث أكدت أن مملكة البحرين تمثل نموذجا ناجحا يحتذى لتمكين وتقدم المرأة في المنطقة في مختلف الميادين، وأشارت إلى أن مكانة المرأة البحرينية ترسخت في مجتمع كفل لها حقوقها في مختلف المجالات من خلال النص على عدد من النصوص الدستورية والقانونية. وفي ورقته حول دور السلطة التشريعية في دعم النهضة التشريعية في محور التشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية، قال النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إن التجربة البرلمانية في البحرين حققت خلال 20 عاما الماضية إنجازات هامة على الصعيدين التشريعي والرقابي، حيث تم إرساء مبادئ هامة في المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، ومنها التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطن. مسألة الجرائم الدولية، وهي الجرائم الأكثر خطورة على المستوى الدولي، وكان هناك تعاون وثيق ما بيننا وبين بنا في وزارة العدل، طبعا وزارة الدفاع كان لها دور كبير في هذا الموضوع، وهو جرائم الحرب، سواء جرائم الحرب الدولية أو غير الدولية، الجرائم ضد الإنسانية، جريمة العدوان. هذه الجرائم التي تعتبر أكثر الجرائم خطورة على المستوى الدولي، وضع تشريع كاملا لها. اليوم البحرين لديها منظومة تشريعية في المجال الجنائي في اعتقادي أنها متقدمة، وفي اعتقادي أيضا أن الجهد الذي بذل من السلطة التشريعية بالتعاون مع الحكومة في العقود الماضية أوجد بيئة قانون تستطيع أن ليس فقط تحمي المجتمع من الجريمة، ولكن أيضا تحمي الأشخاص من الجرائم التي قد تقع عليهم وتوفر لهم ضمان. لما نشوف النهضة التشريعية ككل والمبادئ اللي ترسخت من وراء هذا العمل، والمبادئ في ميثاق العمل الوطني، المبادئ في الدستور والتعديلات الدستورية، والمبادئ في رؤية البحرين، هذه صارت مبادئ واضحة نعمل وتؤدي إلى سياسات تبناها الحكومة
تبناها السلطة التشريعية في عملها، اللي بعد ذلك يؤدي إلى وضع برامج في هذا الإطار ومتابعة هذه البرامج ومتابعة تنفيذها. بين عام 2002 إلى عام 2017، 15 سنة، النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين فاق 7% سنوياً. صارت القطاعات غير النفطية في البحرين في عام 2017 أربع مرات حجمها في عام 2002. جزء كبير من هذا النمو كان في تحسين البيئة التشريعية. ساهمنا الآن منذ 3 أعوام ببناء شراكات مع مؤسسات دولية ومنظمات دولية وتحديداً أممية، منها كان أولها العمل على إصدار تقرير وطني للتنمية البشرية بعد أن قطاع دام 17 عاماً، وحصلنا على الكفاءات والطاقات والخبرات التي نحتاجها كل في اختصاصه، سواء في وزارة المالية الآن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أو في المصرف المركزي، أو في مجلس التنمية الاقتصادية. كل هذه الجهات تزخر بالكفاءات الوطنية التي نعقد الشراكات معها ونحاول أن نستثمرها في ترجمة هذه المنجزات إلى تقارير وإلى بيانات تنعكس دولياً. ما حصل بعد إصدار هذا التقرير كان ترتيب مملكة البحرين 47 على مستوى العالم، وفي عام واحد قفزت إلى 43. هل هذا بسبب المركز؟ جزء منه نعم، لكن المعلومات موجودة. مسألة التنسيق مع كافة الجهات، مسألة تزويد المنظمات الدولية بالمعلومات التي تحتاجها في غاية الأهمية، وبالتالي قررنا في المركز أن يصدر تقرير التنمية البشرية كل 3 سنوات. اليوم نشهد تشريعات نوعية خاصة موجهة بنصوص مباشرة للمرأة. البيان اللي أيضا دائما نرتكن ونستند له إن ازدهرت في ظل عهد جلالة الملك الله يحفظه، وكذلك لابد أن نشير بشكل أساسي لوجود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيتة بنت إبراهيم آل خليفة، لأن كان هو فعلا الآلية المحركة بعمل مؤسسي متقن لكيفية أن توضع الاستراتيجيات وكيف توضع التشريعات اللي تكون مبنية على مبدأ المساواة أمام القانون وليست المطلقة، أيضا التي ترتكن إلى ميثاق العمل الوطني فيما نص عليه بنص نوعي أن نعمل على دعم التشريعات المساندة للمرأة، أيضا أن يكون فعلا كافة تشريعاتنا لا يعني تصدر بناء على ما يحمله المشرع وفق آرائه الشخصية، بل يجب عليه أن يلتزم وفق المتوافق عليه في تلك الاستراتيجيات، وأيضا وفق المتطلبات والرؤى.